الخامس اللي هو جنرالايزد، وعندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي تسليم الشيت الرابع ارقام الشيت، وعندنا كويس كومبو، كويس اربعه وكويس خمسه مع بعض. كويسين يمكن صغيرين جدا كده، ورقه وش ورقه، ورقه واحده وش ورقه. الكويسين هيبقى على الشابتر الخامس ما عدا الكوندنسيشن، يعني الكوندنسيشن مش معانا كده كبيره شويه، بتاخد وقت المسائل دي الكوندنسيشن في الكويس. ففي الغالب بتبقى مساله كروس ومساله يا اما مين يا اما فيكسد اند مومنت، يعني يا اما مساله فيكسد اند مومنت يا اما مساله في البي. الكوزين وقتهم تقريبا هيبقى اقل من ثلث ساعه، يعني كل كويس هياخد 10 دقائق تمام كده، تبقى ورقه وش وظهر في الكويس الرابع والخامس. وده انا بعمله بسبب دي وقت ان احنا ممكن ما يبقاش ما نلحقش نعمل كويس الخامس، احكي لك ثلاث كويسين مع بعض بسبب ان الوقت الاجازات اللي جايه كتير، عشان خاطر ما ننساش يبقى عندنا كويسين. بالنسبه لثلاث كويسات القدام تقريبا انا صممتهم بس ما عرفتش اصورهم، فحاول ان شاء الله قبل ما تيجي الاسبوع الجاي يكون معاكم درجه الثلاث كويسات ويكون لكم على الجروب. المفروض ان اعمال السنه هناخد احسن ثلاث كويسات من خمسه، هناخد احسن ثلاثه من خمسه، يعني ممكن واحد يلاقي نفسه جاي في ثلاث كويسات كويس ما يبقاش اصلا محتاج يمتحن الكويز الثاني الرابع والخامس. فانت على حسب انت رفقك انت عايز تعوض او اي حاجه، فان شاء الله عندنا الكويز الرابع والخامس الاسبوع الجاي، وان شاء الله بيظبطوا الدرجات قبل ما تيجي الكويز، قبل ما تيجي الكويزين دول يكون معاكم الدرجات الكويزات الخمسه كلها تمام؟ طيب النهارده بقى عندنا ايه؟ النهارده عندنا مساله الفريم دي، مساله موجوده في الكتاب الحل بتاعها، بس ما بداتش معاك كتير كده وحاول اشوف الحل ازاي. وعندنا مساله المساله دي اقول لك فكرتها، بس عايز الناس تبقى مركزه عشان انا انسى في حاجه انسى ما اقولهاش. عايز اقول المساله دي وعايز اقول فكره ان المساله بتاعت 538 انت هتسلمها في الشيت، لسه ساعدك شويه في الشيت. اول ده مساله سهلين جدا مش هاخد معاك ساعتين ثلاثه، 35 دقيقة تبقى أكبرهم وأكبرها تاخد وقت شوية. وعندي ثلاث مسائل من الامتحان، مسألتين من امتحان فاينل السنة اللي فاتت، فاينل 2018 كان السنة اللي فاتت، ومسألة من فاينل 2017 تمام كده؟ دول اللي احنا المفروض ان الكلام ده احنا هنعمله النهارده. طيب يا جماعة أول خطوة عشان أحل المسألة اللي قدامك دي المفروض ان أنا أحدد الديجيز اوف فريدم اللي فيها. المفروض خد بالك من حاجه ان ممكن الفكره تيجي من السكشن ده، الفكره تكون الالف ونص ستيف الكويس، خليك فاكر ان حتى السكشن بتاع الكوندنسيشن خليك فاكر ان السكشن الكوندنسيشن اصلا ما كانش كله كوندنسيشن، كان فيه في الجزء الاولاني اللي بيجي عليه سبرنجات والنص الثاني كان كوندنسيشن صح؟ فخليك ذاكر كل حاجه ما عدا الكوندنسيشن، ما تعبش نفسك فيها عشان ما تكونش مجهود، بس اي حاجه ما عدا الكوندنسيشن تذاكرها وانت جاي كويس ماشي؟ كم الديجيز اوف فريدم عندي في المسألة دي؟ لو بتكلم توتال توتال كل الديجيز اوف فريدم اللي عندي كام؟ كام؟ دي انت فين صح كده؟ المفروض ان في واحد في هنا واحد في هنا واحد تمام كده؟ وعندي اثنين افق وراسي يبقى عندي يو واحد عندي يو اثنين عندي يو ثلاثه وعندي اربعه وعندي ايه؟ وعندي خمسه، المفروض ده العدد الكل بتاع الديجيز اوف فريدم اللي عندي، ما عنديش اكتر من كده. تمام؟ هل انا هحل مع المساله دي خمس معادلات في خمس مجاهيل؟ مستحيل. مستحيل. وممكن واحد يعمل يعني شخص معاه في خمس مجاهيل ويجيب لنا الروتيشن بتاع الليل ديمبر ده اللي هو يجيب ثلاثه ويجيب اربعه، بس استفدنا منهم ايه؟ ما استفدناش منهم حاجه، صح؟ يعني لينك ممبر اصلا ما فيهوش مهم. دي الحلقه الاولانيه. تاني حاجه اصلا ان احنا واحنا بنحل اللينك ممبر او التراس ما كناش بناخد روتيشن، صح كده؟ فانا هعمل ايه؟ هشيل الروتيشن اللي هنا دي لان انا عارف ان ده لينك ممبر، يعني اكيد نوفمبر في بلس كود اللي ما بقاش فيه روتيشن يبقى صفصفت على كام؟ على خمسه، صفصفت على خمسه. لازم اخد في الاعتبار سوري صفصفت على ثلاثه، لازم اخد في الاعتبار الثلاث دول معايا في الحل. طيب هنيجي بقى نحل ازاي؟ بص بقى المفروض ان دي اقسم الجامعه كل جامعه عندي ممبر رقم واحد ممبر رقم اثنين وده الممبر رقم ثلاثه تمام؟ باشمهندس طب وليه ما عملتش ليه واحد؟ فين؟ يعني ليه؟ ازاي؟ ما هو لو يوم واحد يكون معايا يبقى المفروض يمشي في كعبك ولا في كعب راس. انت بتتكلم ان انا افترض ان ده ان الحل ده هنهمل الاكس انفورميشن في حل واحد وثلاثة واثنين. بس انت هنا مش هتعرف تعمل كده بسبب وجود لينك ممبر. بسبب وجود لينك ممبر.
ببساطه خالص، لو انا جايب المساله دي من غير ليك ممبر انت هيحق لك انك تشيل واحد من اثنين تمام كده تهملهم خالص، بس ما ينفعش من غير ليك ممبر تهملهم لان دول الاصل اللي فوق التو ديجريز دول الحركتين اللي هيجيبوا فورس في ليك ممبر، فلازم تاخدهم في الاعتبار بسبب ان انا حاطط ليك ممبر. يعني عايز اقول ايه؟ لو ما كانش موجود ليك ممبر ده كنت ممكن تقول اسيوم اكس نو اكس انفورميشن او اسيوم الممبر ريجن فاخد بس ثلاثه. بسبب وجود ليك ممبر ده انت ممكن تاخد بيه واحد وبيه اثنين. تمام؟ طيب نعمل بقى ايه في المسائل دي نتصرف معاها ازاي؟ واحده واحده كده، اول خطوه بنعمل ايه؟ بنجيب الاكسترنال، في اكسترنال، في اكسترنال بنجيبه ازاي يا جماعه؟ هي الفورس الخارجيه عن الديجريس اوف فريدم اللي عندي. طيب في فورس خارجيه عن الديجريس اوف فريدم اللي عندي ولا هما محطوطين كده على طول مفيش حاجه؟ اصفار صح؟ ولا في حاجه في اتجاه واحد ولا في حاجه في اتجاه اثنين ولا في حاجه اصلا بتعمل مومنت عن النقطه اللي هي الجوينت اللي في النص دي؟ دي الجوينت اللي انا مركز عليها. دي فيكسد كام؟ ها دي فيكسد عندي كام هنا؟ دي فيكسد المفروض عشان تجيب دي فيكسد بعمل ايه؟ ارقام ال بقول ايه؟ بقول يو 1 بيساوي يو 2 بيساوي يو 3 بيساوي ايه؟ صفر. يعني انا همنع الحركات كلها وبالتالي بقى عندي دي من هنا فيكسد فيكسد انا منعت الدوران فيكسد فيكسد ومنعت الحركه في كام وبالتالي بقى عندي دي ممبر هنا فيكسد في اول وفيكسد في اخر. طيب بعد كده اشوف الفورس اللي هتتكون احط اللود الاول فيطلع عندي هنا اللود 6 طن على المتر على مساحه 5 يبقى ده دبليو اس كوير على كام؟ دبليو اس كوير على 12 يطلع لي 12 ونص ودي 12 ونص. طيب عندي هنا 8 طن اللي هي بي ال على 8 ف 8 2 ونص على 8 فبالتالي تبقى كام؟ تبقى 2 ونص دي كام؟ 2 ونص 2 ونص لازم اجيب الرياكشنات الافقيه والرئيسيه بسبب وجود يو 1 يو 2 لازم اجيب الرياكشن الراس اللي هنا والافق اللي هنا لازم. بس هو سهل جدا انا عندي 6 في 35 يبقى عندي هنا كام؟ 15 من هنا 15 من هنا وعندي 8 بتدي هنا كام؟ بتدي هنا 4 بتدي هنا 4. اعمل بقى فوكس على الجوينت اللي عندي اللي هي الجوينت دي كده ركز على الجوينت دي هي دي اللي انا هاخد منها الفورس بتاعت فيكسد. طيب اتجاه يو 1 عندي كام؟ عندي 4 ولا نيجي في 4؟ نيجي في 4 يعني عكس الواحد يبقى دي نيجي في 4 و15 طيب. وعندي 15 بالظبط كده في اتجاه يو 2 وبعد كده عندي نيجاتيف 12 ونص اللي دي سوري ولا 10 بوزيتيف 12 ونص بوزيتيف و2 ونص نيجاتيف تطلع كام؟ 10 كده انا خلصت الدي فيكس. بس دي مين يا جماعه؟ الاس لو جبت اس في المساله خلصت الاس لازم يبقى كام في كام؟ 3 في 3 يجيبوا ازاي بقى الاس؟ امسك ممبر ممبر واروح اجيب له الستاتس بتاعته. اول ممبر بتتابع عليه هو ممبر كي 1. كي 1 المفروض ان انا كنت باخد ستات في كام؟ كام في كام يا جماعه؟ ستات كي 1 ها 6 في 6. ليه لازم 6 في 6؟ لان هو طرفه في افقي ورأس دوران مفيش حد عنده الميزه دي لمين؟ للريفرين. البيم عنده ايه؟ البيم عنده روتيشن بس. الراس عنده ايه؟ يو الافق والراس الافق والراس الوحيد اللي عنده الثلاثه الافق والراس والدوران مع بعض اللي هو مين؟ الفريم الثلاثه مشتركه على الفيت السته سته. طيب فين الماتريكس دي؟ نجيبها منين الماتريكس دي؟ هي جايبه في الامتحان اللي احنا خدناها السكشن بتاع اللي قبل الميد تيرم على طول اللي هي بتبقى فانكشن في السيهات دي تمام وفانكشن في السيكا صح كده؟ طيب هعوض السيكا بكام هنا؟ طبعا هو مديني الاي اي والاي اي واللينس كام؟ اللينس بتاع الممبر ده 2 ونص يبقى عندي الاي اي والاي اي وعندي الال ناقص مين السي الممبر ده السي ده بتاعته عاملها ازاي؟ انا نتفق بس اتفاق اشتغل من تحت لفوق احنا دايما سبب القاعده يا جماعه مهم جدا الحته دي دماغك بتتبرمج من كتر الحل دماغك بتتبرمج سبب قاعده واحده في الامتحان بحيث ما تلخبطش نفسك دايما اي ممبر راس اشتغل من تحت لفوق واي ممبر افق اشتغل من الشمال لليمين بحيث ان دماغك تتبرمج على في الامتحان هتعملها من غير ما تفكر لان دماغك التلقائيه على طول هتعملها من غير ما تفكر على طول تمام كده؟ يبقى النقطه الاولانيه النقطه دي والنقطه الثانيه النقطه اللي فوق يبقى الممبر ده ازاي بتاعك تعرفها ازاي؟ اعمل خط افقي كده واعمل سيتا تطلع السيتا بكام هنا؟ سيتا ب 90 درجه يبقى اذا هعوض في الماتريكس سيتا ب 90 سيتا ب 90 دي يعني الكوساين بصفر والساين واحد فيطلع لك الماتريكس بتاعها سهله خالص هتروح تجيب الماتريكس تبقى جايب الايه في الامتحان تعرف تعوض وتجيب الاليمنت اللي عندك هنا في الماتريكس دي تمام كده؟ بس الاول ما تبلهاش وخلاص
انت محتاج ايه انا عايز هو انا بالظبط شوف انا محتاج منها ايه طيب محتاج منها ايه يا جماعه محتاج منها ايه بص النقطه اللي تحت كام النقطه اللي تحت ان هو هيبدا من تحت لفوق يبقى النقطه اللي تحت عليها ثلاث اصفار صفر وصفر وصفر النقطه اللي فوق عليها يو 1 ويو 2 ويو 3 ونصيحه برضه ليك رقم بالترقيم اللي رقمنا بيه الاليمنت يعني قول واحد هو الافضل اثنين الرأسي ثلاثة الدوران لأنك لو رقمت غير كده الماتريكس ما تفهمش يعني الماتريكس دي ما تفهمش غير ان واحد افقي اثنين رأسي ثلاثة دوران فلازم ترقم بنفس الترتيب اللي بتمشي في الماتريكس بحيث ان انت لما تيجي تكتب هنا معايا ايه؟ يو 1 يو 2 يو 3 ما تبقاش منطقي لو واحد بقى قال اثنين الافقي واحد الرأسي هيكتبها ازاي؟ يو 2 يو 1 يو 3 هيتلخبط هيبقى في لخبطه شويه هاخد دور اقسم على الرأس هنا يبقى 0 0 0 يو 1 يو 2 يو 3 يبقى انا محتاج بس ايه؟ مربع ده محتاج المربع ده احتمال بعدها احتاج حاجه ثانيه ممكن اجيبها من الاتزان انا قلت لكم قبل كده ان انت محتاج الحاجه اللي في الماتريكس 6 في 6 فممكن تجيب مربع والباقي تجيبه بالاتزان ما عدا اربعه اللي كنا عليهم اللي هو اللي هنا ده واللي هنا ده واللي هنا ده واللي هنا ده اللي ده 4 2 2 4 تمام كده؟ طيب نعمل ايه بقى؟ هاي نعمل ايه؟ هنروح نجيب الماتريكس هيطلع لنا هتيجي الارقام على طول طبعا بعد ما تعوض هيطلع لك الارقام دي الارقام كالاتي عندك 3 3 6 0 0 0 0 0 هنا 84000 الرقم ده 42000 الرقم ده 7000 الرقم ده 42000 ده سوري 4200 رقم ده 4200 يطلع لك الماتريكس بالشكل ده خلاص انا مش محتاج حاجه من الماتريكس دي لو شفت لو احتجت حاجه بعد كده ممكن اجيبها بس في حاجه انت ممكن تعملها على طول في الماتريكس دي وتلاقي في حاجه 7000 دي تبقى هنا 7000 زيهم وهنا نصها وهنا نصها من الماتريكس بتاعت البي اللي هي 4 4 2 2 دول الاربعه اللي مهمين قوي اللي اوعى تكتبهم بالاتزان يبقى دي تبقى 3500 دي 7000 كام؟ 3500 بالظبط كده دول اللي ما بنعملش في الاتزان الباقي بقى بنعمل الاتزان عادي خالص تمام؟ طيب عندنا الاليمنت الثاني هيبقى الاليمنت اللي هو كام بقى؟ الاليمنت اللي هي انهي اليمنت اشتغل عليه؟ اللي هو 2 2 السيتا بتاعته كام يا جماعه؟ كي 2 السيتا بتشتغل على صفر كام؟ دي 2 صفر بالظبط كده السيتا بصفر السيتا بصفر انا برضه بشتغل على الصغيره زي ما كنا في الدراسه سيتا بصفر انك تشتغل من ايه؟ من الشمال لليمين هتشتغل سيتا بصفر من قلنا من اليمين للشمال في سيتا 180 مش عايزين نعمل دي خالص عايزين دايما نبقى ماشيين من الشمال لليمين سيتا بصفر طيب المفروض ان انا بعد كده هيبقى عندي ايه بقى؟ بالظبط عندي كم بقى؟ يو 1 يو 2 يو 3 ايوه في الاخر اصفار صفر وصفر وصفر يو 1 يو 2 يو 3 صفر وصفر وصفر تمام كده؟ طيب هاي نكتب بقى الماتريكس اللي هنا الماتريكس اللي هنا دي هبقى عارف الجول سكور اصلا هجيب بقى الارقام الباقيه ميزه يا جماعه عن الماتريكس اللي ب 6 في 0 و 6 ب 90 يبقى فيها صفار كتير يبقى فيها صفار كتير ما يبقاش فيها ارقام كتير زي اللي بيبقى معايا زوايا مثلا ده 42000 42000 420 هنا 3500 ودي 10.50 ودي 10.50 طيب لو جيت بقى تقول ان خلاص انا عارف ان انا محتاج دي محتاج دي طيب في حاجه تانيه اصلا ما عملتهاش في حاجه تانيه اصلا ما عملتهاش اللي هي دي تلاته بالظبط كده اللي هو التراس اللي هو التراس لازم اعمل التراس بعد كده اللي هو كام؟ في تلاته دي بنجيبها بكام؟ دي بنجيبها منين؟ اللي هي الماتريكس اللي هي ايه على الاقل بره وجوه بيبقى فيها كوزين ساين كوزين تربيع ساين تربيع كوزين ساين بالمثل في الماتريكس دي في الامتحان هتكون ميزه انك تتفرج على البورد مش هتبقى جايب في هتكتبها لك على البورد عشان اللي عايز يستخدمها طيب هاي المفروض بعد كده يبقى عندي ايه؟ حط بقى اليوهات طيب اليوهات المفروض يبقى عندي ايه يا جماعه؟ انت هتشتغل منين لفين؟ هو السؤال هنا قلنا هنشتغل من تحت لفوق لفوق الاول من تحت لفوق هتحس انها الزاويه اللي عندي الزاويه دي اللي هي 180 ناقص بالظبط انا ممكن اجيب الزاويه دي واقول 180 ناقص ممكن اجيب الزاويه دي الزاويه دي بقى ازاي؟
بتجيبها بيقول لك ديزاين الصح. لما تجيب الديزاين الصح اول حاجه الطول هيطلع 375. الطول تجيبه ازاي؟ لازم ده تربيع زي ده تربيع. الكوزاين هنا يطلع نيجاتيف وال8 والساين هتطلع اوبن 6. دي الارقام اللي انت بتعملها اوبن 6 الساين. بعد ما تعمل الزاويه دي تطلع الكوزاين نيجاتيف وال8 والساين اوبن 6. الماتريكس دي تعالى بقى فيديوهات عليها عشان نعرف نعملها هنا. الرقم ده هيجيب ازاي؟ انا عندي لينس 375 والاي اي بتاعت اللينك ممبر بيدور لك 21000 هيطلع ده تقريبا 5600. الرقم ده هيطلع 5600 ده كده 5600 الرقم ده 5600. ايه جوه بقى ممكن انا احط الاسبار اللي عندي. الاسبار تبقى عامله ازاي؟ ايه انا بادئ منين؟ بادئ من تحت لفوق. يبقى لو قلت كام؟ يو 1 يو 2 واخرها 0 0 يو 1 يو 2 واخرها 0 0 تمام؟ طيب يبقى انا محتاج اي مربع هنا اللي هو ده اللي هو الجزء ده اللي انا محتاجه في الماتريكس دي. طيب الماتريكس دي هنا ده ديزاين تربيعي ما كانش محتاج ان انت اصلا تبقى جايب الليك بتاع حتى يعني حاول الحاجات اللي سهله انت عليها ما تقعدش تقعد تجيبها من ظهر الورق اللي انت بتعرف في حاجه شويه. دي سهله قوي ديزاين تربيعي ديزاين تربيعي ديزاين ساين ديزاين ساين. ديزاين تربيعي هنا كام عندي؟ ديزاين هنا كل 8 بقى دي بوينت 6 4 ودي بوينت 3 6 ايه؟ اللي هي كام؟ ناقص بوينت 4 8 من كوزاين ساين كوزاين ساين وانت عندك واحده سالبه واحده مجمده هيطلع ناقص بوينت 4 8. طيب كده خلصت خلاص جمع اربع حاجات. نجمع ازاي يا جماعه؟ نجمع ازاي؟ بالترتيب كده انت عندك بما ان في واحد اثنين فانا هاخد الجزء ده الاول مع الارقام اللي هنا دي مع الارقام اللي هنا دي فانا هجمع الاول المربع ده مع المربع ده مع المربع ده اللي هم متشابهين كلهم. هجمع المربع ده مع المربع ده مع المربع ده يبقى دول ايه؟ دول متشابهين العكس. فهجيب مين بقى؟ هجيب اول اربع ارقام في الماتريكس اللي هي بتاعت الاس الماتريكس دي. لو جمعنا هنا هيطلع ده 48 9 4 4 ناقص 2 6 8 8 ناقص 2 6 8 8 68000 4 36 ده كده المربع اللي هو مجموع الثلاث مربعات اللي عندي دي. اهي ناقص مين يا جماعه؟ ناقص الجزء ال ده ناقص الجزء اللي بجيبه منين؟ اجمع دول مع دول اللي مع الارقام اللي هنا دي مع الارقام اللي هنا دي. ميزه ان انا قلت لك ما تكتبش ارقام كتير عشان ما تتلخبطش يعني انا كاتب الارقام اللي انا هجمعها بس باقي الارقام انا مش شايفها اصلا انا ما كتبتهاش وده مسموح لك في الامتحان على فكره انك ما تكتبش بقى الارقام اللي انت مش محتاجها دي. طيب فيطلع من هنا يا جماعه كام؟ يبقى ده 400 اكيد يعني ده جمع على صفر ده 1050 ده 1050 وده 10500 وده 400. قبل ما تكمل بقى لازم تشيك الحاجة التشيك اللي انا قلته لك اولا دي 3 3 سكوير الدائم المنتج الدائم الارقام اللي عليهم بقى اللي فوق زي اللي تحت ده تشيك لازم تعمل التشيك ده لان يعني يا جماعه لو ما كانش متحقق ما تكملش شوف مساله ثانيه احسن من الاخر ما تضيعش وقت في الجد اكيد بتعمل حاجه غلط لو بتكمل على حاجه غلط اكيد كل حاجه بعد كده غلط. طيب بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بقول ان بي اكسترنال يساوي ديفكسد زائد اس في ايه؟ اس في يو دي بقى على الاقل هتعملها بمود 5 2 مش مود 5 1 مود 5 2 تبقى ثلاث معادلات في ثلاث مراجع هتطلع منها يو 1 ويو 2 تجيب ثلاثة هكتب لك هنا الاجابه الخاصه بتاع يو 1 يو 2 يو 3 اهي يو 1 هيطلع ناقص 1 58 في 10 اس ناقص 4 متر يو 2 ناقص 1 56 في 10 اس ناقص 4 متر نيجاتيف 1 في 10 اس ناقص 3 ريتي تمام؟ وده اللي احنا بنقوله بقى بص طلع اكتب واحد يو 2 صغيرين قوي يعني طلعوا صغيرين جدا يعني طلعوا في 10 اس ناقص 4 بوينت 1 نيجاتيف انا طلع 8 فعشان كده بنقول ان الفرق تقريبا 10% عشان كده كنا بنهمل الحركات دي لانها صغيره لان انت ايه حاطط الايه؟ حاطط المانع السوينج طلع فعلا ارقام دي صغيره. طيب ها بعد كده بنعمل ايه بقى؟ بعد كده بقول ان انا مثلا عايز اجيب الفورسز النهائيه انا هلاقي ايه امتى عشان بس الوقت السكشن يكفي معايا ما بين المسائل هلاقي ايه من رقم واحد مثلا عايز اجيب الفورسز النهائيه في الاقل من رقم واحد اجيبها ازاي الفورسز النهائيه في الاقل من رقم واحد؟ المفروض القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ان اي فورسز بتساوي الفورسز الفيكسد زائد
الايه؟ في اليوم زائد الاستاتكس في اليوم. يبقى اي تعالى هنا مثلا يبقى اي فورس نهائيه بتساوي الفورس الجت فيكس زائد الكي في الايه؟ في اليوم. فيفترض ان انا هجيب الفورس النهائيه في الالكترون رقم واحد. باشمهندس اليو واحد دي بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف. ايوه اليو واحد. اليو واحد بوزيتيف. طلعت كل الناحيه الثانيه بالنيجاتيف؟ كلهم طلعوا شرطهم صح ما عدا اليو واحد. تمام. اوكي. طيب تأكد؟ امال الباقيين طلعوا ارقامهم صح ونفس الاشارات. خلاص اوكي. طيب هاي المفروض ان انا بعد كده اقول طيب انا عايز ايه يا جماعه؟ عايز اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5 اف 6 الاليمنت رقم كام؟ الاليمنت رقم 1 مش هما 6؟ الاليمنت رقم 1 فيه 6 يساوي اللي جبنا الفيكس بكام يا جماعه؟ اللي جبنا الاليمنت رقم 1 اللي جبنا الفيكس بكام بتاع الاليمنت ده؟ تعالوا نشوف كده السته اللي جم من الفيكس الاول زائد الكي في الوقت اللي جاي عندي المفروض ان في الاخر ده يديني ايه؟ دي الستة فورسز النهائيين في الاليمنت ده المعادله الكبيره اللي انا كنت بتاعتها. دي طريقه من المعادلات، دي طريقه من المعادلات بس هي كبيره شويه برضه. حد يقدر يقول لي كلمه واحد الفيكس كام؟ اول رقم كام عندي؟ بص اهو الاليمنت واحد اهو. اول رقم كام؟ هنعد افق راس دوران، افق راس دوران. بقى نيجاتيف 4؟ نيجاتيف 4 بالظبط، نيجاتيف 4 وصفر؟ صفر. وبوزيتيف 2 ونص. اديني نص البوست هي بعد كده نيجاتيف 4 برضه ونيجاتيف 2 دوران كام؟ نيجاتيف 2 ونص بالظبط كده. هي بعد كده المفروض ان انا اقول عندي بقى عايز الماتريكس دي اضربها في الواحد الواحد عندي خلاص هيكتب. طيب بالله عليكم عشان اشوف حد في الميد تيرم عمال عندي دي على الاله جايب العمليه اللي هو فيكتور في ماتريكس الموضوع مش مستاهل. احنا كل اللي احنا بنعمله ناخد صف في عمود صف في عمود ونجمع. ما هو انت بقى في الامتحان الاله بتاعتك ما بتعرفش تجيب الستة في ستة دي يعني مش هتعرف تعمل الستة في ستة دي على الاله. احنا بنعمل الموضوع بسيط خالص صف في عمود صف في عمود صف في عمود بنجيب الارقام في الاله دي. تمام. بالمناسبه المساله دي عمرها ما جت في الامتحان فاينل انك توصل للحاله دي يعني ما جتش في الامتحان فاينل لقيت في الامتحان فاينل ده انا لسه حلو معاك كمان شويه. فما تقلقش ان الموضوع ده ما بيجيش في الامتحان الفاينل بالصوره الكبيره دي بيجي اصغر شويه التصغير بتاعه شويه عشان الوزن بتاعه يبقى خفيف شويه. فبنعمل ايه يا جماعه؟ صف في عمود. حد ركز كده معايا؟ صف في عمود. يبقى اذا الثلاثه اللي هنا دول هيتضربوا في ثلاث اصفار. صح كده؟ صف في عمود. يبقى دايما اي ارقام هنا هتتضرب في ثلاث اصفار. يبقى انا مش محتاج دي مش محتاج دي. مش محتاج اللي هنا واللي هنا، الارقام اللي هنا. صح كده؟ محتاج مين؟ محتاج الارقام اللي هنا والارقام اللي هنا، لان دايما صف في عمود الثلاثه دول بيتضربوا في الثلاثه اللي هنا. تمام؟ طيب بص بقى حتى انت ممكن تعملها ازاي؟ ممكن تيجي تشطب الاصفار مثلا، يعني اشطب الاصفار اللي عندك. اشطب الاصفار اللي عندك كده 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 تلاقي نفسك شطبت الجزء ده خلاص. بس لما تيجي الجزء ده عشان ده هيتضرب في ده كده فتلاقي نفسك محتاج الارقام اللي هنا دي. محتاج الارقام اللي هنا بسبب ان انت بتضربها في المكان ده. طب اجيبهم ازاي؟ انا فاكر ان انا قلت ايه؟ دي تبقى هنا 3500 نصها دي ودي يديله زي ما هم هنا ده وده يديله زي ما هم يبقى ده يديله نص عشان ما تبقاش تحسب تاني بس دول هيديله هنا زي ما هم. بعد كده تعمل الاتزان يبقى ده صفر ناقص 84,000 وده صفر يبقى دول هيديله فوق الاتزان دول هيديله فوق الاتزان يبقى ناقص 4200 صفر ناقص 3 6 زيرو جبت اللي فوق على طول محتاجش ارجع تاني يعني المعادله واعوض اللي جبت فوق على طول من الانسان بس ما عدا الرقم ده يبقى نص الرقم ده. طيب خلاص بقى اقدر اعوض بقى او تقول يبقى انا عندي ناقص 4 لو انا عايز اول رقم هنا لو انت هتحسب معايا بالاله اول رقم هنا فوق انا مايلين ايه؟ ناقص 4 بعد كده اضرب دي في يو 1 ده في يو 2 ده في يو 3 يديني الرقم اللي هنا فوق. هيطلع ناقص 0.33 ناقص 0.33 اصبح 0.13 ناقص 0.33 هي ناقص 7.67 ناقص 13.14 ناقص 8.8
مسار عادي، بس انا عايز ارسم السته اللي انتم تحت. يبقى نيجاتيف نيجاتيف لا اصلا يبقى ده كده وان 3 سي ده بوزيتيف يبقى ده كده كام 13 14 14 ده ممكن يبقى نيجاتيف تحت نيجاتيف انا فاضل اصلا يبقى معنى ايه يبقى كده بالظبط بوينت 3 3 ده نيجاتيف يبقى ماشي كده وده لازم يحصل يا جماعه عشان يكون مجموعه كام 8 8 لازم شايك على الحاله بتاعتك المجموعه دول لازم يكون 8 اللي فوق ده كام هنا تحت 13.14 بص كده ده دول كده متزنين مع بعض ده وده متزنين مع بعض عندنا اخر حاجه المومنت هيطلع عامل ازاي؟ من نيجاتيف يبقى عامل ازاي نيجاتيف؟ اذا الاتجاه هيبقى عامل كده طلع كام بقى؟ 13.14 طالما نيجاتيف يبقى اذا هو بيلف مع العادي 8.3 خلاص اقدر بنفس السيت دي اقدر اجيب الممبر الافقي كده المساله خلصت خلاص تعرف ترسم المومنت ترسم الشيء ترسم اللون ترسم اي حاجه خلصت المساله خلاص تمام فده دي ادخل مساله شغل دي ادخل مساله ادخل في شغل كبيره شويه بس ممكن تكون فاهم انت بتعمل ايه في المساله فاهم الخطوات بالظبط بتعمل ايه طيب اللي بعد كده هتكلم بقى عن مساله الشيت اللي انت هتسلمها 85% لو حد لسه بينيل بينيل عشان انا عايز اتسحب اتفضل يا شباب. عندي. انت عايز تشيل هكلمك بس ما بدش معاك فيها بس اهم نقطه عايز كنت عايز بقى تركز معايا في حاجه. الاليمنت اللي عندنا يا جماعه الاليمنت اللي عندنا المفروض الفيكسد عندي ثلاث انواع. عندي النوع الاولاني عندي النوع الثاني وعندي النوع الثالث. انت الاليمنت ده المفروض احسن لك المفروض تكون عارف السيرفيس ماتريكس بتاعته زي ما انت عارف اربعه حاجه على الاثنين هنا على الاثنين على ايه؟ نصيحه مني ليك المفروض تكون داخل عارفها. ممكن تستنتجها من الامتحان اللي هو مديها لك الجنرال بس الاسهل والاحسن تكون عارفها من داخل الامتحان. وبعدين هي مش صعبه هي مش صعبه بس سهله قوي تعرف تجيبها بسرعه. طيب المفروض الحاله العامه للالمنت اللي عندي المفروض يبقى فيه كام بقى؟ ايه المفروض ان الاله من الحاله العامه هي معاك هنا في كام؟ واحد اثنين ثلاثه ايه اربعه خمسه سته ده الاله من العام بس بتكلم على ممبر اوفر كل الكلام هنا على ممبر اوفر ده اللي بقى في الامتحان اصلا بيبقى يجيب الاوفر عشان الاوفر اسهل في الحل شويه بيزيد تاخد صفر يبقى اسهل شويه في بقى ممكن نعمل الاكسل انفورميشن خد بالك ان ده واخد الاكسل انفورميشن الشيلد انفورميشن والفليكشر انفورميشن لو اهملت الاكسل انفورميشن فهشيل واحد واربعه يبقى عندي كام؟ اثنين وثلاثه يبقى هنا كام؟ خمسه وسته كده انا واخد الفكر بتاع الشيلد انفورميشن اللي فيه نقطه بتتحرك من النقطتين عندي راس المساله خليها كان اللي فوق دي ان يبقى فيها ثلاثه بيتحركوا ناحيه الشمال الحاجه الاخيره اللي هتقع تبقى ايه؟ ان انا بقى اهمل الحركتين الرئيسيين اخد بس الايفكت زي البين كده اخد الايفكت بتاع الدوران بس يعني فيها دوران بس قلت ده كام؟ ثلاثه وده كام؟ سته دي احنا خدناها قبل كده اللي هي الاستنس تبقى كام في كام دي؟ 2 في 2 المفروض كي انت عارفها خلاص دي الكي بتاعتها تبقى 4 اي اي على ال 2 اي اي على ال 2 اي اي على ال 4 اي اي على ال اللي هي 2 في 2 زي ما انت عارف دي كده نصيحه ليك وده هيوفر لك وقت كتير جدا في الامتحان يمكن تخلص الامتحان قبل الوقت كمان لو انت عارف الكلام ده خليك عارف ال 4 في 4 دي كمان زي ما انت عارف ال 2 في 2 مش عايز تعرفها استنتجها في الامتحان من الماتريكس اللي هو مديها لك حط سيتا في صفر الماتريكس اللي هو مديها لك هيديك الماتريكس دي على طول فانت حر زي ما انت عايز تعمل ايه المفروض يا جماعه الماتريكس في الحاله دي دي كده 2 في 2 يبقى كام في كام بقى؟ بما ان هنا 2 وهنا 2 تبقى 4 في كام؟ 4 في 4 4 في 4 بص بقى تبقى عامله ازاي دي؟ طبعا اللي فوق تبقى كام بقى في كام؟ 6 في 6 اللي هي الماتريكس الام بقى كبيره اول حاجه في مركز 4 في 4
في اربعه منهم انت عارفهم بسرعه اللي هو الهيرو، اربعه اي اي على جنب، اثنين اي اي على جنب، اثنين اي اي على جنب، اربعه اي اي على جنب. الموضوع مش في الاول كده، انت خدتهم من تحت خدتهم هنا. بص بقى اللي هنا ده هو بس محتاج تعرف اثنين بس، اثنين رقمين بس زياده عن اللي انت عارفهم. 12 اي اي على ال 90 حتى لو استخدمتها معاكم في الوحده البرونزيشن 12 اي اي على ال 90 لو حركنا حركه اساسيه فوق، وده كان ممكن ينتج معاها 6 اي اي على ال 90 بس كده مش محتاج تعرف ده. خد السته حطها هنا يبقى 6 اي اي على ال 90 لما كده. بعد كده بقى من الانزيم ده ينزل هنا معاكس ان شاء الله، ده 12 اي اي على ال 90 وده ناقص كام؟ 6 اي اي على ال 90 وده هينزل هنا بنفس الاشاره ونفس الرقم 6 اي اي على ال 90 لان ده العمود بتاعك ما بيتغيرش. خد العمود ده اعكس اشارته هنا يبقى ده بقى كام؟ ناقص 12 اي اي على ال 90 ده كام؟ ناقص 6 اي اي على ال 40 12 اي اي على ال 90 هي ناقص 6 اي اي على ال 40. وبالمناسبه انت مستحيل تعمل المكنسه باربعه في اربعه في الامتحان بسبب ان انت اصلا بيبقى عندك اصفار فانت مش مضطر تكتب ده كله، بس المهم تبقى عارفها كلها على بعضها تمام. فانت مش مضطر تكتب ده كله في الامتحان، اللي يعني ده كله في الامتحان مستحيل، يعني معنى كده انك جايب له في الاليمنت يمينه اثنين وشماله اثنين مش هنستخدمها كلها. زي بس زي المكنسه اللي فاتت احنا استخدمنا كام؟ 6 في 6 فده 36 اشتغلنا على الرقم واحد اللي هو بس في كام في كام؟ 3 عناصر في 3 عناصر اللي هو كان 9 بس 36 بتختاروا التسعه ده يديني هنا بنفس الاشاره اللي هو 6 اي اي على ال تربيع وده يروح هنا بنفس الاشاره اللي هو 6 اي اي على ال تربيع تمام؟ طيب مين الاثنين دول؟ انت بنعمل بنفس الاشاره انت بتعمل بنفس الاشاره. طيب انت بقول لك اهو انا بقول لك المهم انت بص خد بالك ده في نفس الاتجاه ده وده وده اشاره واحده يبقى عمود ده هو هو العمود ده بسبب ان الثلاثه ده عمود الثلاثه وده عمود السته العمود الثلاثه وده عمود السته فالعمود ده والعمود ده بيروحوا هناك بنفس الاشاره بنفس الفرق ما عدا القيمه دي بسبب ان دي بيروح محتاج يوفر الاثنين والاربعه في عمود الناس فده اللي خلاه يروح بنفس الاشاره العمود ده والعمود ده بنفس الاشاره ده وده بيتعكس في الاشاره ليه؟ بص دي معايا دي خمسه دول بتوع واي فمن سيجما واي لازم يكون واحد عكس الثاني انما المومنت بيبقوا نفس الاتجاه. باشمهندس هو امتى هستخدم الماتريكس اللي تحت خالص اللي هي 2 في 2 وامتى هستخدم الماتريكس؟ انت المفروض تقول لو انا عندي حركات روتيشن بس هستخدم دي. لو عندي حركات حركه نفسيه مع روتيشن هستخدم دي. ايوه ماشي ما هو قصدي يعني انت اصلا ههمل ال انت مضطر تاخده لان هو موجود. زي سي مثلا سي سي مثلا عندي مساله عامله كده هناخدها ان شاء الله الاسبوع الجاي فيها سبرنج هنا في النص وعندك هنا 6 طن مثلا وعندك هنا ديسبلت بتدور 2 طن على الماكينه. هتعمل ايه بقى؟ هتعمل فين الريزولت دي موجوده فين؟ عند اي جوينت؟ روك؟ عند اي جوينت؟ عند جوينت اللي هي في النص اللي هي عندها ايه الجوينت دي؟ عندها ضربات بسبب الاسبرينج هتتحرك نفسها. فاهم حاجه؟ تمام. نفس المساله بالظبط لو كانت فوق شويه وكان عندها نفس اللود ونفس السته بس ده كان هنج كنت هتاخد ايه؟ دوران بس. يبقى في دي تشتغل على انهي كاميرا؟ دي فيكس فيكس دي اما فيها تشتغل على مين؟ لا تشتغل على مين؟ ليه؟ لان عندها رقص ضار فانا مش بمزاجي ده انت بتبقى مجبر انك تشتغل على ماتريكس دي لو في رقص لو في حركه رقصيه بسبب ان في سبرينج مثلا تمام. لكن مثلا لو فريم عادي سيمتريك يعني في كاميرا وعمودين من جناب عادي ممكن اشتغل روتيشن بس قاعده لو انت هتشتغل روتيشن بس تشتغل على لو روتيشن مع حركه لازم تبتدي الهام لو روتيشن معاه افق الراس زي مساله الحنان اللي فاتت لازم نطلع عليه على اللي فوق دي اللي فوق خالص دي اللي هي فيها ثلاثه في ثلاثه مع بعض تمام. دي بقى يا جماعه بتبقى عامله ازاي الماتريكس دي؟ الماتريكس دي بيبقى فيها اي ايه على الاول بعد كده اصفار نيجاتيف اي ايه على الاقل بعد كده اصفار نيجاتيف اي ايه على الاقل اصفار اي ايه على الاقل اصفار ودي اصفار طبعا هنا دول جبناهم من ايه؟ دي الماتريكس بتاعت اصلا بتاعت اللي هي بتاعت المعايير اللي هي بتاعت تروس بتاعت تروس حطينا الديزاين بصفر فطلع ديزاين واحد فواحد في اي على ال طلع في الماتريكس دي فاللي هنا ده جاي من الماتريكس اصلا بتاعت السبريد. طب احط دول زي ما هم؟ ايه؟
حاطط اللي هما بتوع الماتريكس 4 في 4 فوق زي ما مين؟ بتتكلم على ايه؟ انا 4 في 4 يعني البوكس ده بقى بالظبط انا هاخد كل هنا وهنا زي بالظبط زي ما انت قلت انا هاخد الاربعه دول هنا والاربعه دول هنا والاربعه دول هنا والاربعه دول هنا بالظبط هتبقى دي عامله ازاي؟ هي انا ممكن اكتبهم اربعه اي اي على ال اثنين اي اي على ال هي اربعه اي اي على ال هي اثنين اي اي على ال دول اللي انت عارفهم والباقي بقى لسه عاملينهم سوا مع بعض دي اثنين كام يا جماعه؟ 12 اي اي على ال تفعيل هي ودي 6 اي اي على ال تربيع 6 اي اي على ال تربيع والباقي هي والباقي بالاتزان الباقي بالاتزان يبقى دي تبقى ناقص 12 دي ناقص 6 دي 6 هي دي تبقى ناقص 12 دي 6 هي ناقص 6 بقى دي تروح كام هنا؟ 12 دي تروح ازاي؟ ناقص 6 اللي هي تبقى هنا 6 دي تبقى 2 اهي هنا بقت 4 وهنا دي ناقص 6 تروح هنا بكام؟ ناقص 6 زي ده اللي هي اللي احنا عاملينها تحت ده انا بس ايه يعني ايه اي اي على ايه تفعيل ايه يعني ايه اي يعني ايه تربيع ما بتحتاجش بس مش هنزعل فوق ماشي؟ كتبت الارقام بس بقى طيب يبقى دي المفروض تبقى اي اي على ايه تفعيل اي اي على ايه تربيع اي اي على ايه تربيع اي اي على ايه تربيع دي اي اي على ال تفعيل اي اي على ال تربيع 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 ماشي فعايز اقول لك مش حاجه مستحيله يعني انت في الكليه حفظت حاجات انا عم كده يعني اقصد بس ايه اختصر على نفسك السيت يعني عشان بس في الامتحان ما تقعدش تستنى حاجه انا ممكن لو انا عارفها هتبقى بسرعه اسرع بكتير خلينا بقى قدامنا دول انا عايزهم يبقوا اربعه كده معايا عشان انا هحل منهم كل اللي انا بقوله هحل منهم مثلا طيب تعالى اول حاجه نجيب بقى مساله الشكل عندي نجيب مساله الشيت الشيت بقى عامل زي مساله خمسه ريال بقى نجيب كاميرا فيكسد فيكسد كبيره كاميرا فيكسد فيكسد كبيرة على مسافة اللون تلاتة طن على متر محطوط هنا لينك ممبر تو لينك ممبر واحد كده واحد كده يديك الأبعاد القياسية دي بتاعت دي 3 متر والأفق دول مقسمهم لك 2 متر 2 متر 5 متر الكاميرا كلها طول 9 وهتخرج بالمنظر ده بس الفكره كلها بس انك هي شبه اللي احنا حليناها على فكره مع بعض دلوقتي شبهها بنسبه كبيره قوي بس الديجريز اوف فريدم بقى تحديدك الديجريز اوف فريدم هو اللي بينجز معاك في حاجه شويه ايوه يا جماعه حد الديجريز اوف فريدم هنا ازاي؟ فين؟ لو ركزت هي هي كانت حليناها هي هي بالظبط هي هي عندهم كام بقى؟ هنا واحدة وهنا اثنين وهنا ثلاثة ومش هاخد تحت لأن العيلة اللي تحت دول يبقى عندها كام؟ ثلاثة فتحل دي ثلاث معادلات في ثلاث مجاهير بتستخدم الماتريكس بما ان دي هقسمها ازاي لو عرفت ان انا هقول فيكس تيرمال كام يا جماعة؟ بس قبل فيكس تيرمال وقبل دي فيكس بس هتمسك المسألة دي وتروح تحلها تقعد تحل 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 تكتشف حاجه كده غريبه شويه او في حاجه المفروض هي لوجيك حاجه منطقيه شويه تكتشف ان الحركه دي اصلا تطلع معاك مسافه وده منطقي جدا بسبب ان انت مانع الجوانب انها تتحرك فالنقطه اللي دي بتتحرك على اي اساس؟ هم الاحمال يا جماعه راسيه انت بتزق حمل راسك تحت ايه اللي يخلي النقطه دي تروح تيجي شمال يمين؟ ما تروحش ولا شمال ولا تيجي يمين صح كده؟ الحركه اللي بتخلي الفرس دي تروح يمين او شمال ان انت اصلا تكون حاطط حمل اكس الجانب حمل اكس يعني خلي ممكن تيجي تروح شمال او يمين تمام؟ فدي مش هناخدها معانا في الحل. لانها اصلا لو خدتها معاك في الحل نفترض واحد خدها ما يعرفش تطلع معاك صفر اصلا.
تمام؟ تطلع معاها صفر. ارقمهم ازاي بقى؟ ارقمهم ازاي دول؟ انا هحل كده بالبي يو بس. هحل بيو راسي بيو دوران. واحد شير واثنين روتيشن. بالظبط يبقى دي كده عندي يو واحد وعندي دي كام؟ يو اثنين. عندي دي يو واحد وعندي دي يو اثنين. ما اقولش بقى يو الراس ما اقولش يو ما اقولش على الدوران يو واحد والراس يو اثنين. ده هيلخبطني عشان ابقى ماشي بالترتيب صح. طيب يبقى دي اكسبيرمنت بكام يا جماعه؟ الراس هل في حاجه خارجيه مستمرين دول صفر؟ هل في مومنت خارجي عن الدور دي صفر؟ ها البي فيكسد؟ تعرفوا ازاي البي فيكسد؟ ها لو مانعين الدوران الحركه الراسيه تجمع الدوران والحركه الراسيه بيطلع لي الشكل ده كده بيطلع لي البي ممبر عاملين كده. ها عندي هنا الرياكشنات اهو هتلاقيهم رياكشن الراس ده ورياكشن الراس ده ومومنت هنا ومومنت هنا تمام؟ لو جبت الارقام دي هيطلع معايا الرياكشن الراس اللي هنا دوت كده يا جماعه هيطلع ده 3 يبقى ده 3 في 2 6 يبقى 3 في 3 وده هيبقى 1 وده 12 وربع والرياكشن ده هيبقى 10 ونص 10 ونص يبقى الفيكس بكام بقى؟ هات الفيكس كده بكام؟ دي فيكس بكام؟ هي الاتجاه الواحد اللي هي 3 وال 10 ونص 3 وال 10 ونص اه ما انت الجوينت عندك 13 ونص اعمل كده وكده بالظبط كده يبقى كده 13 ونص يبقى كام؟ 13 ونص ايوه والمومنت يبقى 11 ونص نيجاتيف 12 وربع شوف انا متاكد ان 11 وربع 11 وربع كده ايه؟ كده عملت الجزء ده كده ناقص بقى مين بقى؟ ناقص مين؟ بالظبط ناقص الاس، الاس دي كام في كام؟ 2 في 2 2 في 2 تعال نشوف بس كده المفروض هكتب لك هنا الستبس كده المفروض انت بقى هتطلع الحاجات دي بقى انت هتحل بقى الستبس بس تعال نقول كده انا هرقم هنا يمكن عندي ده يمكن رقم 1 ده يمكن رقم 2 ده 3 وده 4 وده 4 اهي المفروض انا عندي كده يا جماعه عندي كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 هشتغل على اني بقى مين لما اجي اشتغل على الانبوت واحد اشتغل على ايه واحد اشتغل على الماتريكس دي ولا الماتريكس دي اشتغل على الماتريكس دي ولا دي ولا دي اشتغل على دي ولا دي ولا دي لما اشتغل على واحد ده عنده راس ودوران يبقى اشتغل على ايه ينفع اشتغل على دي لا دي دوران بس دي راس ودوران اللي فوق ينفع اشتغل عليه بس انا هبقى كتبت حاجات على الفاضي لانها فيها الراس والدوران والافق صح كده؟ فانا مش عايز الراس والدوران والافق انا عايز بس الراس والدوران فاقل وقت شويه واشتغل على ده تطلع دي كام في كام؟ دي 4 في 4 بقسمها كده 4 في 4 ودي اقسمها 4 في 4 ودي 4 في 4 والتراس بقى برضه التراس ده هيشتغل على كام في كام؟ هي التراس اسمها كام عندي؟ 4 في 4 في 4 ودي 4 في 4 ناقص بس تحط اليوهات فكانت تجميع سهلة جدا. اليوهات تبقى عاملة ازاي يا ريان؟ دي. مش شمال يمين يبقى 0 0 ها 0 0 يو 1 يو 2 0 0 يو 1 يو 2 دلوقتي شغالة على مين؟ شغالة على المربع ده. ده كده دي مش شمال يمين يبقى بدأت فين؟ يو 1 يو 2 0 0 يو 1 يو 2 0 0 بقت شغال على دي حلو كده تعال بقى للتراس التراس ده 4 في 4 و 4 في 4 التراس هيشتغل من تحت لفوق مش مهندس الكي الكي 2 دي انا شغال على اول مربع الكي 2 كي 2 اه اه ماشي انا اسف هنا المربع ده تمام دي اللي فيها ارقام مظبوط طيب كي 3 كي 3 ها كي 3 ده الممبر ده شغال من تحت لفوق تحت فيه كام يا جماعه 0 0 لان دي ممنوعه اصلا بالحركه تحت النقطه دي فوق هاي افقي مفيش افقي يبقى 0 1 0 ويو كام؟ 1 دي 1 تحت زيها بالظبط تحت كام؟ 0 0 وفوق 0 ويو 1 0 0 0 ويو 1 يبقى انا عايز بس من هنا الاليمنت 1 1 ومن هنا برضه اخد الاليمنت تحت اللي هو ده اللي هو 1 1 ده تمام كده؟ هاخد بقى 1 1 من هنا هكتبه الاول
في اول عنصر هنا واخد الرقم الثاني اللي هنا اللي هو 1 في اول عنصر عندي هنا وكده اخد اجمع اللي هنا دي زي اللي هنا دي احطهم هنا في الماتريكس تمام كده؟ هيديني الاس النهائي بتاع المساله دي شايل على الحل بتاعك ان الماتريكس تبقى سيمتريك شايل على الحل بتاعك ان لازم يحصل اتزان يعني لازم الاقي المومنت يمين فاينل هنا زي هنا الاقي المومنت هنا زي هنا لازم الاقي المومنت اللي هنا زي اللي هنا تقريبا هيطلع فرنج 7 تقريبا هيطلع فرنج 7 مش فاكر الرقم قوي بعد ما تعمل الاتزان طيب خلاص يا جماعه دي مساله انت هتسلمها مساله سهله خالص مفيش فيها اي مشكله بس انا قلت انبه على الحته دي بدل ما واحد يحلها ثلاث مرات ثلاث ملايين هياخد مجهود كبير وفي الاخر هي اللي اتحركت بسرعه اصلا بسرعه هيبقى تعب نفسه اصلا هي اقصى حاجه اصلا تكتشف فيها ان الحركه بتسافر اولا خارجيا مفيش فرصه عند اليوم صح كده؟ ومن البي فيكسد ما جاش فيه فرصه افقيه يبقى ولا فرصه من الاكسترنال افقيه ولا فرصه من الفيكس افقيه يبقى منين هيجي لها حركه افقيه؟ مش هيجي حركه افقيه خالص صح كده؟ الحركه الافقيه دي ما تجيش خالص غير من الفرصه الافقيه اللي عندي بسبب المساله دي. طيب ناخد بقى امتحان السنه اللي فاتت. وعيني الدليل هحل برضه في مسائل الامتحانات دي تبقى اقصر شويه وتبقى وقتها طيب المساله اللي عندي دلوقتي اهي فيها كام هنا بيجوز فيها؟ عندي في كام بيجوز فيها في المسألة؟ تكسب انت والطرف ده هو اللي بيتحرك راسي محطوط له سبرينج وفي نفس الوقت مفيش له سبرينج سيكا يبقى كام حركة عندي؟ عد عليه دوران هنا في واحد ودوران هنا في الاطار ده بسبب وجود الاديشنال سبرينج ده يبقى كام؟ لا عشان انا بقول ده لان لسه في واحد راسي بتاع السبرينج اللي هنا المفروض يتحرك راس عرفت ليه تاخد الطر ساعتها صح؟ الطر ياخد حركه راسيه ليه مضطر يا جماعه؟ عشان في انا ما اعرفش الرياكشن اللي في السبرينج بكام ده مجهول بالنسبه لي فلازم اخد حركه راسيه معايا فدي كده ما تكتبش دي اوعى تعمل دي 2 وبعد كده دي 3 اطلق ليه؟ عشان انا كنت بتكتب في الماتريكس 3 2 مش 2 3 لان يعني الماتريكس الحركه الراسيه سابقه في ترتيب الحركه بتاع الدوران فهنرقم الاول دي 2 وبعد كده هنرقم دي 3 وبعد كده بقى اقول عندي كام كلمه في المساله هنا؟ اولا عندي اكسبيرمنت كام؟ ثلاث اصفار صح؟ ثلاث اصفار دي فيكسد دي فيكسد تعالى نمنع الافقي والدوران يبقى بقت ايه؟ بقت فيكسد نمنع الدوران بقت فيكسد نمنع الدوران بقت فيكسد نمنع الدوران بقت فيكسد احط اللود هنا واحط اللود هنا نجيب الرياكشنات الافقيه اللي بين الراس اللي هنا واللي بين المومنت اللي هنا والمومنت اللي هنا والراس اللي هنا. هديك الارقام عشان بس نحط على اساسها الفيكتور هيطلع معايا ده 7.5 والدوران اللي هنا 3.75 والدوران اللي هنا 3.75 وده هيطلع ب 15 ايه كده انا بجيب مش محتاج اكتب ارقام كتير ما تضيعش وقت كتير في الامتحان شوف انت عايز الارقام الفرصه اللي فيها الحركات اللي عندك فوق ايه يبقى اول عنصر هنا ده كام؟ اللي هو كام يا جماعه؟ ايه 15 بالنيجاتيف و3 75 بالبوزيتيف يديك ناقص 11 ناقص 11 ولا 12 11 وربع ناقص 11 وربع طيب وعندك الرأس اللي هناك ده كام ده؟ 7
ونص. 7 ونص ده الاتجاه الاثنين يبقى انا ماشي بالترتيب صح كده. الاتجاه 3 كام؟ ناقص 3 75. كده خلصت الديفكس في ماسه جي اس اللي هي جنب كام؟ اللي هي جنب كام؟ 3 في 3 اللي هي 3 في 3. نبدا بقى كده مع بعض. هم قايلين عندي لو انا عندي كي 1 عندي كام ايلمنت هنا؟ كي 1 وكي 2 وكي 3 وكي 4. فين يا باشمهندس 3 و4؟ سبيس. لازم تاخد معايا السبيس ما تكسبش كده. هي واحد تبقى كام كام؟ والله انت حر. انت حر، انت عارف انت حر في كام حاجه؟ انت حر. انت عارف حر لدرجه انك ممكن تستخدم هنا الستة في ستة. لان الستة في ستة انكلودد الاثنين والاربعة والاربعة والاثنين. بس ده قطع فاضي. فهسألكوا سؤال، هي اصلا الاليمنت رقم واحد اللي هو ده وده اثنين، الاليمنت رقم واحد اصلا عليه ايه بس؟ طرف من هنا صفر وطرف من هنا دوران. فانا مش محتاج غير ماتريكس فيه دوران اللي هي مين؟ اربعه. اربعه اي اي على ال، اثنين اي اي على ال، اثنين اي اي على ال، اربعه اي اي على ال. احط زيرو لواحد، زيرو لواحد، وانا محتاج العنصر ده بس، لان اقولها زيرو واحتاج اي واحد. خلاص خلصت من هنا. الاليمنت الثاني الثاني بتشتغل على اي واحده؟ بالظبط، يعني انت ممكن تشتغل على 4 في 4 ممكن تشتغل على 6 في 6 ما ينفعش تشتغل على 2 في 2 ابدا عشان في شيء بالظبط لان ما فيهاش شيء الاثنين اللي فوق ينفعوا بس شغلك على الاولانيه غالي غالي على الفوضى مش لازمه لان ما عنديش حركه افقيه اصلا فانا ممكن اشتغل على الثانيه على طول. طيب اللي كان في كام اصلا؟ هي 4 في 4 فعلى طول هتمسك الماتريكس اللي هناك دي تشتغل بيها خد الارقام دي عوض بقى من تيجي الاي اي والاي اي دي الاي اي في المساله والانسى عنك تعرف تجيب لك ماتريكس دي بس قبل ما تجيبها اسال نفسك فانا هشتغل على انهي جزء فين؟ انهي جزء؟ اهي الاولاني هنا كام يا جماعه؟ الرقم الاولاني كام؟ ما عندهاش حركه رأسية ما عندهاش حركه رأسية يبقى زيرو بي واحد كلنا لواحد دي اثنين كلنا ثلاثة زيرو يو واحد يو اثنين يو ثلاثة لذا انت مش محتاج غير الجزء يعني ده مش معاك خالص كل ده مش معاك كل ده مش معاك مش عارف بس غير اللي هيتبقى هنا وانت ثلاثة ثلاثة اللي هيتبقى هنا ثلاثة ثلاثة اللي هيتبقى هنا. طيب ايه بعد كده عايز ايه تاني؟ عايز بقى كي ثلاثة كي ثلاثة فين كي ثلاثة؟ هيبقى الكي بتاعت العنصر الكي بالظبط بتاعت السبرنج الراسي ولا الدوران كي 3 الراسي بالظبط كده او براحتك يعني سميهم زي ما سميهم المهم تشتغل عليهم صح المهم ان انا هقول ان ده الكي في وده الكي سي ده قصاد مين؟ يو 2 يو 2 ده قصاد مين؟ يو 3 يو 3 يبقى هو عامل على ده دايره كده على ده دايره كده اخد 3 مع 3 3 اللي هنا واخد 2 مع ايه؟ مع 2 2 اللي هنا اهو في المكان ده في المكان ده المكان ده 3 ومكان 2 2 اهي واخد 1 1 هنا اجمع كل ده يديني مين يا جماعه؟ يديني بس اجمع كل ده يديني بس تمام؟ المساله حلها معاك يعني ما فيش مجد للحل والارقام المهم تكون فاهم بتعمل ايه بس بس انا معاك الحل بتاعها الاخر الحل بتاعها الاخر معاك ان شاء الله ربي بس بعد كده كمل بقى المساله عادي خالص بعد ما تجيب الاس تجيب اليوهات بعد كده تجيب الفورس بتتقابل تتاكد بس اهم حاجه ان ايه؟ ان التو مومنتس دول متزنين هو ده اللي كان يجيب لك النهايه بتاعك صح ان هنا في اتزان ممكن تجيب الشمال زي ممكن تجيب اليمين بس كده المساله خلصت اخر مسألة تاني جت في الفاينل 2017 في امتحان السنة اللي قبلها على طول. هي كانت أسهل فاينل 2017 كانت أسهل بس فيها تريكة صغيرة بس دي بي سي ده عين خالص. اشتغل دي سي. كام يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة يعني مش نمشي اثنين نمشي هنا وهنا
هينج بيه. يعني ليه ما كنتش الحركه الثالثه؟ ليه ما كنتش عشان كده كده هينج وعنده النقطه صفر انا مالي بيه. حلو، تعال مش مع الباشمهندس كده، واحد في الامتحان فكر في التفكير ده، انا هاخد مين؟ انا عارف النقطه ده صفر. طيب دي يجيب الفيكسد اند فورسز هتطلع الفيكسد هينج، ما عندكش مشكله خالص، ده بيرس كورد على 12 في 1 ونص، واجيب الرياكشن بالراس ده من سيلفر مومنت الهنا دي، فبالتالي هيبقى عندي الرياكشن بالراس ده وعندي مومنت الهنا. اخدهم في الاتجاه اللي عندي دي اكسترنال بسبار دي فيكس الاثنين اللي هنا دول، وتيجي بقى المشكله وانت بتجمع الاكس محتاج الاكسترنال ماتريكس بتاع مين؟ اللي هي فيكس هينج. فيكس هينج اولا كام في جامع ماتريكس اللي انت محتاجها؟ فيكس هينج 2 في 2 ولا 4 في 4؟ 4 في 4 4 في 4 لان في حاجه اصلا طبعا. المشكله بقى ايه؟ ان انت ما عندكش غير فيكس هينج. عندك كوندنسيشن يعني؟ ليه كوندنسيشن بقى؟ في حل اسهل. ما هو يا اما تبقى عارفها ولا انا رايي خش الامتحان عادي، ممكن بتاعك. اللي هي فيكس انج ده 4 في 4. فيكس انج ده 4 في 4. طبعا تعمل كوندنسيشن انت كده رحت خلاص. خلاص. خلاص اصلا على 8 درجات. لا سيبها بقى. حاجة. لا مش سيبها، فكر في حل تاني، فكر في حل تاني يا جماعه، فكر في حل اسهل بقى. هي ايه الحل الاسهل؟ صح، انا هاخدهم ثلاثة. يبقى انا اختار حل اسهل شويه، يبقى انا اقول يو 1 يو 2 يو 3. بالتالي لما اجي احول دي تحت احط هنا فيكس فدي عكس كده انا ارتحت لعبت في ماشي. ليه؟ دي عندي انا عايز فيكس صح كده؟ جبت يو زياده ملهاش لازمه، انا عارف ان المومنت هنا بصفر، بس كسبت ان انا هستخدم الستيفنز ماتريكس اللي هو مديهالي في الامتحان او انا داخل عليها. تمام؟ طيب انا هكتب لكم الماتريكس هنج فيكس هنج عشان لو واحد كان عايز يستخدمها في الامتحان اللي هي 4 في 4 فيكس هنج. هو فيها 4 ايلمنت انت عارفهم، 4 ايلمنت انت عارفهم. يا جماعه لو انت عارف دي انت عارف دي. انت عايز 4 في 4 بتاعتهم عشان لو واحد كان عايز يلاقي اثنين وعندك في مجموعة. طب مين الهنج فيكس اصلا؟ كان عامله زي في مين؟ مش كان هنا صفر وهنا صفر وهنا صفر وهنا 3 اي اي على ده. عادي خلصنا من الجزء صح؟ ثلاثة اي اي ان صفر 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 بتاعت البي انت كنت داخل البي بتاع معاك ليه صفر صفر في الاول مش في الاخر؟ لان انا بدي جميل ما لو معكوسه يبقى قبل انت بدي ده فوق عارف؟ بص بقى بدل ارقام سهله جدا بدل 12 احط ثلاثه وبدل 6 احط ثلاثه بس بس خلاص يعني ال 12 وال 6 وال 6 يبقوا ثلاثات ده هي اسهل على فكره اسهل من دي لانها مليانه صفار مليانه صفار الباقي يجيبوا ازاي؟ الاتزان صح؟ دي تنزل زي ما هي تحت 3 اي اي على ال تربيع ودي نيجاتيف 3 اي اي على ال تفعيل ودي نيجاتيف 3 اي اي على ال ايه؟ تربيع وده يروح هنا بالنيجاتيف وده يروح هناك زي ما هو يبقى ده يقول لك احنا نيجاتيف ناقص 3 ناقص 3 3 ناقص 3 ده يبقى زي ما هو 3 وده ايه؟ ناقص 3 ده اي اي على ايه التفعيل اي اي على ايه التربيع اي اي على ايه التربيع اي اي على ايه التفعيل اي اي على ايه التربيع اي اي على ايه التربيع ده الموضوع مش موجد انك تعرف الحاجات دي هيعرف واسهل لان هو ما بيدكش الماتريكس دي مباشره بيديك اللي هي الكبيره اللي فيها سين في كوساين وساين وتربيع يعني بالظبط هتبقى جواب تكسب وقت عن واحد زيك تاني مش عارفها طبعا لو انا عارف دي يا جماعه في الامتحان هحل المساله دي هحلها 2 ديجري بالظبط هسيب بقى دي هنج هسيب دي هنج كده واحلها 2 ديجري سنتي طب الحل اللي انا هحطه على الجروب قال انا اعتمدت ان انت مش عارف دي لما اعتمدت انك مش عارف لو واحد عارفها هتحل حل اسهل لو واحد بقى مش عارف دي ده الحل اللي انا هحطه لكم على الجروب ان انا هاجي دايما اعرف يو 1 فبالتالي دي هتبقى فيكس دي هتبقى فيكس طيب هيطلع لك بقى الارقام دي المفروض الارقام اللي عندك دي يرجع 42 و3 42 و3 وده
الاثنين عكس دلوقتي. زمان ايام الاسكريم كان دايما الاكس بيرنت ده الارقام فيكس مش مسبوكه. فالدنيا هنا اتعكست دايما عن ايه؟ الاقساط ده كام يا جماعه؟ 42 من 6 7 اللي هناك قصاد يو 2 32 قصاد يو 3 نيجاتيف 42 من 6 7. ناقص اجيب مين؟ الاس اللي هي كام في كام؟ 3 3 3 3 3 3 كده خلاص احنا كده هنشتغل على مين يا جماعه؟ مش هنشتغل على دي، هنشتغل في الفيكس على دي، بس انك مش عارف دي، بس انك مش عارف ده الحل اللي عندك. بس نصيحه ليك جرب تقلها في الحالات دي احسن انك لو عايز تعمل في الامتحان جرب تقلها دي في دي، هتجيب نفس الحل بالظبط لو حالتك دي احسن انت كانك بتتدرب في البيت على المساله دي. نعم سامحني خلاص جمع الاس ازاي بقى قلنا؟ ايه؟ يبقى عندي كام ليمت؟ ايه؟ ثلاثة ليمت رقم واحد اللي هو ليمت رقم اثنين سهل وليمت رقم ثلاثة سهل. رقم اثنين اللي هو جي في ورقم ثلاثة اللي هو جي ستة وليمت رقم واحد يبقى كام في كام؟ أربعة في أربعة اللي هي دي. اللي هي دي. أبدي أنت حر في الامتحان زي ما أنت عايز. بالمناسبة الحل اللي أنا منزله هو أخد حاطط دي. كمان؟ على أساس أنا ماشي دايما بفكر انك قاعد في الامتحان هتستخدم دي الجيب دي فاهم قصدي؟ يعني دايما بفكر انك مش عارف الخطوات دي ودايما بتبقى على مستوى واحد داخل ما عندوش خبره او فاهم شغلت دي بس مش مشكله احنا مش بنعوض الاول والرابع الصف الاول والرابع هتطلع دي فهي هي مش مشكله. طيب تطلع كام في الجامعه؟ 4 في 4 اولها كام هنا لو حطيت اليومات؟ ايه؟ زيرو يو 1 يو 2 يو 3 0 يو 1 يو 2 يو 3 يبقى انا شغال عليها على الجزء ده في الماتريكس اهي هتطلع دي اهي معايا الماتريكس اهم دي كده كام في كام؟ ال 3 في 3 بتاع الكي 1 عشان تبقى اس بسهوله جدا الكي في هتحط قصاده 2 2 لان ده الحركه قصاد 2 والكي سي هتحط 3 3 بعد كده تاخد 2 2 هنا و 3 3 هنا اصبحت بقت ايه كده؟ بقت اس اس كده خلاص بقت اس باشمهندس هو مش كده كده اصلا الصفوف الخانات اللي انا شطبتها من الكي واحد دي انا احتاج ان انا املاها وانا بجيب ال المومنت بالاتزان بقى ده هو ده بعكس الاشاره ده هو ده بعكس الاشاره يعني قصدي كده كده حتى الماتريكس اللي هي ال 6 في 6 دي هملاها كلها برضه اه بس خد بالك هو هو اسرع بس مش الكامل اللي هو ده في 6 ده فالحد مش هتلاقي نفسك مش محتاج العمود ده. ليه؟ لان دايما بتبتدي في صفر العمود ده وانت بتقرا. هتلاقي نفسك بس محتاج الثلاث ارقام دول ببساطه جدا، خد الثلاثه دول اعكسهم هنا بعكس الاشاره. يعني قصدي؟ يعني ايه؟ خليك ذكي شويه، ما تقعدش تعوض كتير في الماتريكس. يعني اعمل بس ايه؟ اعمل المهمين وبعد كده هات الالزام. هات اليوهات وبعد كده اعمل اليوهات تجيب المومنت النهائي بالارقام اللي هناك وفي فيكسز اللي في كل يوم هتلاقي الحل عندك ان شاء الله. اخر مساله بقى اخرى النهارده اللي كده خلصنا بص كده معايا المساله دي ليها كام يوم؟ 2 مظبوط يبقى عندي هنا يو هنا ويو هنا المساله دي ببساطه كده يو 1 يو 2 سهل متماسك اصلا سهل متماسك ده كده برضه بافتراض ان انا حافظ الفيكسد هنج صح؟ ايه؟ ده كده بافتراض ان انا حافظ الفيكسد هنج ايوه بالظبط هي سهله لان انا بدي في دي بلس 4 بس بلس 4 فدي كده يا جماعه نشتغل على الميم اللي عندي ها يبقى البيك البيك استنى بكام؟ 0 و 0 البي فيكسد هنجيبه بقى ازاي؟ هناخد الهنج فيكسد فيكسد انجن. دي تبقى كام هنا عندي؟ دي عندي. اللود هنا كام؟ اللود هو هتقول هنا هتخش. اللود هنا عندي 4 4 في 4 متر. يبقى دي كام يا جماعه؟ دبليو سكوير على 12 1 ونص تطلع دي 2 دي بقى تبقى يعني القانون بتاعها ايه؟ دي طبعا اكيد 2 زيها دي تبقى عامله ازاي؟ يكون عندي لود هنا على الهوريزونتال بروجيكشن ها لو المسافه دي اسمها اتش
القانون بتاعها دبليو اتش سكويرد على 12. دبليو اتش سكويرد على 12 يشتغل على اللون على اتش. اشتغل على اتش. اشتغل على اتش. بيدي دبليو اللي هي 4 2 تربيع على 12 بتطلع 1 33. دي 1 33 دي 1 33. بيبقى مرسوم ازاي بتشتغل؟ ايه؟ بتقسم ده؟ ايه؟ بيبقى مرسوم ازاي في يعني الرسمه بتبقى في خط كده بالمايل وخط نازل. اتكلم على ايه؟ على القانون نفسه اللي بيشتغل الاتش يعني؟ اه على حسب الرسمه بيظبطلك على مستوى يعني. بص كده دبليو ودي فيكس فيكسل فده محطوط في اتجاه الاتش اهو. خد بالك في واحد تاني اللي ده. في واحد تاني اللي ده اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات اللي هو بقى خط الدور اصلا محطوط على ال كده. ده سهل ما هي نفس كده يبقى ده بتقيس على 12 على طول المال. تمام؟ في واحد بقى بايت. في واحد بايت اللي هو محطوط على البين نفسه وفي نفس الوقت نازل تحت كده. ده مش ال اتش بالظبط. دبليو ال اتش على 12. دبليو اتش على 12. تمام؟ لو ما يعني مالهاش في حاجه من دبليو اتش على 12 دايما بيجيب اه في واحد بقى برضه هو عشان برضه يبقى صدرناه لو عندي ال البلد ده بيجي دايما لو عندي فيكس فيكس واللود دي مركز تاني اتش او هي هي طبعا لو كان عندي اللينس ده اس والبي جاي لي اوف على 8 بالظبط كده بي اس على 8 فانت بتشتغل على اللينس اللي البي عندي عليه مش الطول بتاع الكاميرا نفسه غير طبعا لو البي بقى جاي كده اصلا عمودي اصلا عندي كده يبقى ساعتها يبقى بي ال على 8 حيث ان انت هيبقى طول البي على 8 فانت خد بالك البي جاي ازاي عندك في الايه؟ في السؤال في الامتحان هي دي ما كانتش كويسه مثلا عملناها في السكشن فانا قلت هي كده القانون بتاعتي مش هتبقى عارفها. المهم فمن هنا طبعا اقدر اجيب البي فيكس ده هيطلع دور النت بتاعهم هيطلع اول 6 7 الثانيه دي الاولانيه نيجاتيف اول 6 7 والثانيه هتطلع بوزيتيف اول 6 7. المهم انا بس الحته اللي عايز اقولها مهمه اللي هي بتاعه الاستنتاج دي تشتغل على الاستنتاج. لو رقمتهم لو رقمتهم 3 لو رقمتهم 1 2 3 يبقى الواحد ده عامل ازاي في بتاعته؟ طبعا الاس كام كام يا جماعه؟ 2 في 2 عايز اجيب الاس اقول عندي كي 1 كي 2 كي 3 لو خليت الكي 3 هنا كي 1 كي 2 كي 3 ومنهم طبعا اجمع اجيب الاس عادي خالص زي ما عملت في الدور كده او مسائل الشيت اهي المفروض كل واحده اشتغل عليها تبقى عامله ازاي؟ دي كي 1 بقى اي 0 0 0 0 3 اي اي على ايه ودي اللي هو 3 كي ده دي بقى برضه العكس 3 اي على 0 0 0 دي 4 اي اي على ال 2 اي اي على ال 2 اي اي على ال 4 اي اي على ال ايه بقى؟ ال دي تسمعني ال ال بتاعتي اللي هي الاضطراب فيهم الطول بتاع المبنى نفسه الطول بتاعه اللي هو 2 جذر 2 2 جذر 2 اشتغل بينا على الطول ده ال ده طول المنبر نفسه يعني انت بس عشان الناس تتحسن في القوانين اللي استخدمت اتش وتركيب الفيز ان هو تيجي من هنا حاطط ال العوض دي دي برضه شاي عليها الناس اللي بتعملها 2 جذر 2 بس كملت المساله بقى اللي عندك ان شاء الله الاسبوع الجاي يا جماعه هديك الشيت الرابع وعندنا كويزز تقوم تقريبا الشاطر هيعملهم في 10 دقائق الاثنين والمتوسط هيعملهم في ربع ساعه يعني ما تلت ساعه دي اللي هو وقت يعني مش مركز يعني